قبل ما نبداو الاخوان بغيتكم كاملين تدخلوا قناه عالم الاذكياء سمارت وورد. الدراري تيخدموا مزيان عندهم فيديوهات زوينه، دخلوا ديروا لهم ابوني ودعموا مع الاخوان وقول لهم جينا من طرف قناه جمال الفا. الواي واي كون كمل قرايته في المغرب. قالت لي قلب واعر، دارت ليه قلب واعر. في ذاك الزمان كانت عندك حريه باش تختار الكلمات، يعني ليريكس ديال الاغنيه، ماشي بحال دابا. كتحس باللي الاغنيه الناس ضاربين عليها تماره، وكذلك حتى العناوين كتكون مخدومه بالمزيان، حلوفه محلوله غنجيبو اللي ما عندوش، يعني عناوين كتلامس مشاعر المغربي المحنسر. قلت مع راسي علاش ما نمشيش نتمزك لشي اغنيه مثلا كانت في 2010 مثلا. خلي بابك محلول راني معول البرد، خلي بابك محلول راني معول نبات، تعرفيني مهبون نحماق على البنات. انا غير سمعت هذا البداية عرفت باللي كاتب الكلمات كان شارب ماحية. اغنية فيها راجل وبنت كيغنيو، غادي تقولي بطبيعة الحال لا حشومة، اجي دق باب دارنا وخطبني، فهمتي؟ هي من زمان، هي من الحشمة. الله يضرك يجي مرحبا بيك، وين لقيت زكرون غيضك ونحلالي. الدار راهي دارك، غير اجي مرحبا بيك الا لقيتي الزكروم. الزكروم اللي ما عرفوش الخوت هو ديك الساقطه كترق، فهمتي؟ الا لقيتي الزكروم غير دق وغادي تحل عليك. وني عم التربيه خلي بابك محلول راني معول البنات، تعرفيني مهبول نحماق على البنات. عمرني شفت شي واحد كيغني وفرحان، هاتات شو هاد الضحكه ديالو يا صاحبي؟ مغني وميم طون باغي يدبر على قصاره. هادي فايت ليها كانت شيخة، عرفت عام الشطحة ديالها الإخوان، حيت أنا فايت فيا كنت قيد أيام زمان، فهمتي؟ كانوا عزازين عليا الشيخات، يعني كنعرف نفرق ما بين الشطحة ديال وحدة اللي كانت في يعني الشيخة وحدة اللي مدام سيد مزوج. اخوتي سيد مزوج مزيان مزيان، اغنيه كتربي الاجيال على الحفاظ على البيت الزوجيه. بطبيعه الحال البنت غادي تقول لي لا حشومه، ما حسبليش باللي راك مزوج، حدك تما. اجيني تمصرين يكون كلشي ناعس، ما تجيبش الطوموبيل باش ما ديرش الحال. رضا هز لي الهم، هز لي الهم مسكينه، قالت لي اجي تنص الليل يكون كلشي ناعس، ما تجيبش الطوموبيل باش ما ديرش الحس. حدي راسك، هذا قالب، هذا قالب، علاش ما تجيش بالطوموبيل؟ اسمع، باش ملي تدخل تبدا هي تغوش، يخرجوا الناس ديال الدواري قبسوك، ما تلقاش باش تهرب. اسمع نصيحتي، دي معك بيكالا، دي معك بيكالا، بعدا عمني تحصل تلقى باش تهرب. ونخمن الشيران ولا يعيقوا بيا، قولوا هالمدام وتحيح عليا. انت ما خفتي تم الله عاد تخاف من جيرانك ومرتك اصاحبي. ذاك الوقت كانوا الناس كيطلقوا الكاسيت ولا الراديو وغادي مع باه في الطوموبيل ويسمع بحال هاد الاغنيه دي. كي غيحس فاش غايقول تلقى باه صايق وتيقول هاك دا هو الراجل. حتى دابا منين تانسبيرا هذاك 69 اللي عاد خرج من الحبس، خلي هذاك موضوع اخر، ملي جاب مع الدريات في الكليب وكذا، يعني من احنا الاخوان. عرفت علاش؟ انا فما كنشوف بحال هكا تجينات وتزيار وكذا وهادي، ما عرفتش ديما كانت كتجي في بالي ديك الشابه نبيله. وراني باغاك انت وعليك الموت العروبي، حيث قرتيني تفتتي ليا عروبي، حيت لاباس عليه مالو بيلوط. غادي نجيب الطوبيس كمل على رجلي، لا شدونا البوليس قولي لهم راجلي، قولي لهم راجلي، لا شدو البوليس تقول لهم راه راجله. كتعلم الدريه من دابا تكذب شي حشومه. لا تخاف لا من البوليس ولا من الجدرميه، عمي ياكم يصير ويفك القضيه. اتقعد على سلامتك با، عمكم يصير ويفك القضيه، ماشيش قضيتك انت لا درتي معاها ولا ها، عمكم يسير بصحة القالب. غادي نجيب الطوبيس كمل على رجلي، لا شفتونا البوليس قولي لهم راجلي. لا تخاف لا من البوليس ولا من الجدرمية، عمي ياكم يصير
يروي فوق القضيه. هاد الكاسكات كنت كنخدم بهم في السيبير كانت ديك الساعه 20 درهم للساعه كنلبسو كنحس براسي فهمتي بحال شي بيلاط ولا كتا ولا خدام في سنتر دابيل ولا شي حاجه فهمتي في شكل جيب معايا كوكا ولا شي عصيرات ولا الفودكا معاها شي بيرة لا جيب معاك النعناع جيب معاك ولا عرفتي شنو جيب معاك اللويزة مزيانة كتحل العينين باش يلاه تسهر الليل ما بغيتش انا نشرب جيب حسابك انت مش هي غير شي طبغان شوية دلكتا ما كتشربش هي اخي باغي الكوتليت والكفته مضروبه على كرشه المسخوطه فهمتي دريه باغا باغا تخشي في وجهها جيب لك معايا كوكا ولا شي عصيرات كون سمعت كوكا كون دعاوك يا المسخوط اللي بابك محلول راني معول البيت تعرفني مهبول حماق على البنات صراحه عنوان الاغنيه ما خاصوش يكون خلي بابك محلول خاصو يكون قضيه فساد بالعلالي وتقراي دورات يجي مرحبا بيك وين لقيتي زقروم غير ضق ونحل عليك كما شتو الاخوان يعني كانت النية في ذاك الزمان الناس كانوا دراوي شكون تقدر تكون دايز مع الوالدة ديالك في السوق بحال ما هكا وتسمع مول الكاسيط فهمتي داك الكاسيط طالق هاد الاغنية وما تفهم والو فهمتي وبيس الزمان تبدل الاخوان ما بقاتش النية وليتي تخاف تقول على خوك شكون اللي جا عندنا للدار تخاف اصاحبي وصلوا الاخوان الفيديو ل 100000 لايك كنظن انه قلالي الناس اللي وصلوا معايا لهاد النقطه هادي وصلوا 100000 لايك الا بغيتوا الجزء الثاني من هاد الفيديو الاخوان وديروا بارطاج واشتراك تهلا